حبيبي ابقى دير بالك على الاولاد احسن ما يتوشوا عليك، واذا تاخرت عشيهم. باي. تروحي قتل. لا توهزيني، ما بقدر اقول لك تفضلي لانه هلا مو هون. اهلا وسهلا فيكي. اهلين طارق. انا ما بدي اتفضل ولا بدي هنا ابو طارق، بدي اياك انت. بدك ياني انا؟ ايه انت. وشو بدك مني؟ بدي اياك تروح لشقتي. محمود شو عم تقولي انت؟ لك شو قلت غلط انا جارنا ابو طارق؟ الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار، والناس لبعضها، وكيف نحن؟ الباب على الباب. هو صحيح الله سبحانه وتعالى وصى بسبع جار، بس يعني هي ما حبيت انا. طارق يعني ما راح تجي على شقتي. خلاص بس تجي هنا بنسهر عندك ان شاء الله. بدي اياك هلا. هلا ما بقدر، عم درس الاولاد. لانه ما باخرك بالكثير ربع ساعة. ايه كثير ربع ساعة؟ انت وهمتك، بتخلص بسرعة بترجع بسرعة. جارتنا ارجوكي بلا هالحكي. ها طيب يا جارنا ساعدني أرجوك، لأنه بجوز شوي ترخ الرهب بشعل النار. أنا يا عبي شو مالي هذا الحكي؟ ما بتستحي على شيء بتا ابن قدي يا عبي شو؟ هاي جارنا شو قلي؟ بدك تجي معي ولا لا؟ تكرمي بس تجي هنا بجي أنا وياها طارق. لك حاطة الغسيل على النار، ما بقدر استنى. الغسيل؟ شو دخل الغسيل بجيتي انا؟ بجيتي انا وانا لعندك. خلصت انيت الغاز متغيرتها، يمكن جارنا انا ما عرفت غيرها ركبها يعني لانيت الغاز عم تنفس، خايفه تعمل لها حريقه بالبيت، عم تعمل فسه. قولي هيك من الاول. بسيطه، المهم تنتبهي من الغاز لانه الغاز خطير كثير، اهم شيء انك تسكري الانينه مشان ما تعمل فس. يعني ما راح تجي تشوف لي اياها؟ بلا هلا بس تجي هنا بجي بركب لك اياها. لك شو دخلت هنا بتركيب انينه الغاز؟ ليش هي انت تركبها ولا انت؟ انا بس يعني. بس شو؟ صار عندك ولدين ما بتعرف تركبها؟ ليش جرب؟ ما بعرف شلون ما بعرف. انا اللي بعرف شلون ما بعرف. طارق ان شاء الله تعا ساعدني لكان. هلا بجي بس لخبر الاولاد جارتنا، هلا بخبر الاولاد وبجي لعندك. سبين سبين. طارق افتح يا دب. لك افتح قبل ما تغير رأيي يا طارق. ساعة لتفتح الباب يا دب. بتعرف تركب جرة الغاز؟ لا بابا. ليش؟ ما ليش، أنا رايح لعند أم محمود ركب له جرة الغاز. دير بالك على أخوك، اوعى تكسره شيء. ولا يهمك بابا، رح نقعد نتفرج على برامج الأطفال. وإذا أجت أمها خليها تلحقني فورا، إلا بابا عم يركب له الجرة لأم محمود لأنه عم تعمل فس. عيني يا عيني. تنطرف عينك إن شاء الله. ادعي لي بابا. الله معك. هم هم فوت. شلاح من رجلك. يلا يلا فوت. يلا لك افوت. يعني ما بتعرف جارنا انه انا عايشه لوحدي؟ بلا بعرف. لك عم من مين عم تاخذ الاذن؟ عادي محمود عادي. افوت. وين الغاز؟ بوط النوم. لك تعم بمزح معك يو صدق. فوت. يلا تعم. يلا يلا يلا. هي اللي عم تعمل فس. طيب ايش ركبتيها؟ يعني ما عندك بهبهاني مفتاح غاز؟ عندي. وينه؟ بوط النوم. لك تعم بمزح معك، حدا بيحط مفتاح بوط النوم؟ تقبر قلبي. خود هي هي المفتاح، هاد خدو. أنا هيك ما بعرف أشتغل إذا في حدا فوق راسي. منين بدك تشتغل معي هيك؟ ما حلولة. هاي الجلدة دايبة. ورجيني. ممكن تنتظري برا لحتى أعرف ركب الجلدة جديدة؟ ما بدي أجيب لك جلدة جديدة. في عندي؟ عندي. سكرة وين حاططها؟ وين حاططيها؟ لك سعدية مسعود وين حاططيها؟ إيه بوط النوم. لا بتعم
حط جلدك اوضه النوم ليك بالدرج. بعت لك تروح عينك. خوت قبرني جلد جديده. رجعي هلا لورا مشان اعرف اشتغل. اشتغل مين ماسكه؟ هيك ما بعرف اشتغل، ممكن ترجعي لورا؟ ماشي. كمان؟ شايفك ام محمود كمان؟ كمان؟ ايوه. يعني علي هلا وقتك. خلصت انا. بقي بس لازم نجربها. شلون بيجربوها؟ هلا بتشوفي. لا تستعمل الكبريت أثناء تجريب الغاز، استعمل الرغوة فقط. هيك مشان إذا ما كنت هون وعملت فس مرة ثانية تحطي هيك. يسلموا إيديك. رغوة شايفة ما في فس أبدا. ما أعدمك إلهي، تقبر قلبي. الله يعطيك العافية، فعلا البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. خاطرك وين رايح؟ ما بتروح لتشرب فنجان قهوه؟ بيجي بيجي خلص بيجي انا وهنا وبنشربها عن اذنك. لك نيال مرته عليه شو ادمي شو بيستحي. طاري وانت بعت لك قتلك شو محظوظه. ايه شو لك شو؟ يا ارجيله شو على اساس برامج اطفال؟ طولي المباراة لتخلص؟ السهلة بلشت. شو حضركن عشاء؟ حيلا بابا. لك شوط؟ أنا بدي فلافي. منين بدي جيب لك فلافي لنا؟ من عند البياع. إيه بابا إيه بابا، أنا كمان جاي على بالي آكل فلافل. خدنا مشوار بالسيارة، بناكل فلافل وبنرجع منها. ماشي، قوموا البسوا صبابيتكم وخلينا نتيسر. يلا. إيه رح ناكل فلافل إيه. الله. شو بحببكم بهاللعبة؟ لك شوطة. لك شوط؟ بدك كره خطره يا فادي مبيض. الله لا يعطيك عافيه. تفضلي ام محمود. اي والله من يد ما نعدمها. صحتين. يي صحي ما حكيت لك امبارح شو صار بيني وبين جوزك. جوزي انا؟ ايه جوزك انت الاستاذ جميل. جميل الحمصي مو الحمصي. ايه الحمصي. شو صار؟ امبارح خلصت جرة الغاز من عندي، قمت بدلتها بوحده مليانه، ما عرفت ركبها، صارت تعمل فس. خفت ليصير عندي حريقه، اجيت دقيت عليكم الباب، ما كان في حدا غير جوزك. وبعدين؟ قال ما بيجي لحاله، كان بده يستناكي مشان يجي هو وياكي. وبعدين راح معك ولا لا؟ شديته من ايده غصب عنه واخدته. برافو عليكي، بتعرفي لو ما عملتي هيك ما كان راح معك، مو لانه مو حابب يساعدك بس لانه بيستحي. هو بيستحي وبس؟ قديش شايفه رجال بحياتي؟ ما شفت رجال مثله بيخجل من النسوه. ليش شو سوى كمان؟ ما خلاني وقف جنبه وهو عم يغيرها للجلده، غلبت فيه انه يشرب له فنجان قهوه بعد ما غيرها للجلده. لا تغلبي، هرب هريبه من عندي. لك نيالك جارتنا على الرجال. يقولي الله يساعدك. ليش؟ خجله الزايد يا ام محمود عم يخجلني قدام رفقاتي. اشتهيته شي مره يحاكي رفقاتي كلمتين حلوين، يجاملهم يسايرهم. ابدا ما في خواص، رح يجنني. سلامتك من جنان. يضربوهن وهالفيلم ما حلو. بالعكس حلو كتير. لك شو حلاه الزمان؟ كله ضرب وقتل، وجعني راسي منه. تركي ام محمود قرب يخلص. نعست بدي نام. على مهلك ام محمود، بكير لسه على النوم. ما بدك تتعشي بالاول؟ احسنين. ما بكفيني صار لها ساعتين عم تتفرج على تلفزيوني. رد الشاشه بعيونها ولسه بدها تتعشى. ايه ما حذرتي بنوم؟ كلاس ما بيغبر على طعام. ما قلتي لي شبو تلفزيونكم؟ منزوع وما تصلحوا. بكره بدي احسن بدي اخذه يصلحوا.
الحاجة بتاوبين على السيني بدي كمل الفيلم. قومي اشربي لك شي فنجان قهوة بتصحصحي. قومي. يا سلام وبدها قهوة كمان. ليش لا؟ لأنه فاتحة البيت قهوة اللي خلفها أنا. خلص حلو. قالوا لي عنه حلو وفعلا طلع حلو. بس ما كنت قلت السهر عليك أم محمود. لا ولو أم تحسين شو هالحكي اللي عم تحكي؟ التلفزيون تلفزيون هيك والأنطين أنطين هيك والكهرباء كهربتين. يلا خاطرك. رايحة أم تحسين بكير. عادين. لا حاجة بدي أطلع عشي الأولاد. هي تاني مرة بتسمعني بالعشاء. إيه ما بتحسب فيه. بنتك أكيد أمجد وأغياد وقعوها للخزانة. ناقصني أنا لأنه. حبيبتي شو وقعوا اليوم كمان؟ وقعوا شيء. يي لساتك سهرانة؟ الله يوفقك. ليه تفرج على رضا النطاق؟ إيه والله جبتيها. أنا هذا البرنامج كثير بحبه. أم محمود عيدة تفرج. راحت لنا الساعة. مرحبا عمو. حبيب حبيب. غريبة ما في حدا؟ مو معقول لازم يكونوا واصلين من أكثر من ساعة. افتح افتح نشوف. جارنا الأستاذ جميل هنا. الله يعطيكم العافية. شو هلأ جيتوا من الوظيفة؟ اي والله مرق لعندي جميل وأخذني معه. دخيل عينه هالأستاذ جميل ما في مثله كله ذوق. شفتيه؟ هات هات عنك أستاذ مشان تعرف تفتحوا للباب. شو جايبين غداكم معكم؟ اي والله عندي شغل ما بقدر أطبخ فجبناه معنا. الله يعطيكي العافية. الله يعافيك يا رب. أنا انفتح الباب. ماشي محمود تفضلي تغدي معنا. ما بقدر معزومة لعن جارتنا أم تحسين. اليوم عاونتها بلف اليبرق حلفت علي 100 يمين و100 عظيم إني أتغدى عندها. ما حبيت أخجلها. ما هي كنا كسبناكي يعني. إيه لا تزعلي توبريني لا تزعلي. بكرة من كل بد غداي عندكم. إيه أهلا وسهلا. إيه أستاذ جميل يخلي لي إياك يا حلو يا جميل. شفتي عن إذنكم بيكونوا حطوا لي اليبرق بحبه مع العصايص خاطركم. بعت لحمة نستني الأولاد. جميل ماله الحس ومتصل بالمدرسة ليكون صاير لهم شي. هلا لا تضوجي انت التانية اكيد الاوتوكار معطل مثل العادة. ليكون انا جميل.